حاجة هنعملها، عندنا 12 معلقة من الزبدة، عليهم نص كوباية سكر بني، عليهم حبيتين مانجا، نص كوباية جوز هند شرايح، ربع كوبايتين وربع من الدقيق الأبيض، 4 معالق صغيرين من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح، 1.5 كوب من السكر السنترفيش، 3 بيضات، معلقة فانيليا، وين هالفانيليا، كوباية وربع من اللبن، وشرايح من جوز الهند للتقديم. هحط الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط معاها السكر البني، الدقيق، عليه الملح، البيكنج باودر، في العجان هحط السكر، هحط معاه البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، هضرب دول مع بعض، وهقلب السكر والزبدة اللي على النار. هحط عليهم الفانيليا، هحط معاهم المقدار الجاف اللي هو الدقيق مع الملح مع البيكنج باودر، بسم الله الرحمن الرحيم، هقفل، هشغل معايا اللبن زي ما اتفقنا، اللبن زيادة بره، ابتدي اشوف وابتدي انزل بالنظر كده واحدة واحدة. ممتاز. وبعدين اجيب الصوص اللي احنا عملناه على النار اللي هو بالزبدة والسكر البني، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحطهم في صينية الكيك اللي هي اصلا متبطنة بورق زبدة، ودي خطوة مهمة جدا ما ينفعش ان انتوا تطنشوها، فهم واخدين شرايح المانجا، طبعا الرصة تكون لطيفة لان ده اللي هيبقى وش الكيك بعد كده بعد ما نقلبها، لان هي upside down كيك يعني كيكة مقلوبة، فالرصة بتاعت المانجا هنا يفضل انها تكون رصة شكلها حلو علشان بعد كده لما اجي اقلبها يبقى الشكل لطيف واحنا بنقدم. بعد ما نرص المانجا كده هنقوم جايبين رشة جوز هند، وبعدين هنقوم جايبين المقدار بتاع الكيك، يعني المقدار ده لصينية 22، صينية صغيرة مش كبيرة، ونقوم منزلين مقدار الكيك، ونطلع، احنا خلصنا، ونطلع الرغيف اللي في الفرن وندخل الكيكة الفرن.